حضرتك النص فدان اهو، نص فدان عليه منزل دورين حضرتك. ده نص فدان اللي قلت لحضرتك عليه بيع وشراء اهو، عليه شقتين، شقه دور ارضي حضرتك مصبوبه وساكنه متشطبه زي ما انت شايف، محل على الشارع، والدور الثاني حضرتك اهو على الصب، الارض على الاسفلت. دي حضرتك الجنينه اللي قدام البيت اللي انا قلت لك عليها اهي، ده طريق الاسفلت حضرتك رابط ما بين طريق ترعة النصر والصحراوي، ده طريق اسفلت حضرتك رابط بين ترعة النصر والصحراوي اهي، ده الطريق ده بيطلعك على الصحراء على طول حضرتك. المنطقه كلها حضرتك جيران ناس محترمه كلها زي ما انت شايف. المنزل حضرتك اهو منزل دورين، الدور الاول متشطب ومسكن وحظيره مواشي وميه بالراحه حضرتك، بيع وشري في مدينه النبريه في حيره زي ما انت شايف اهو. منزل دورين حضرتك، الدور شقه زي ما انت شايف اهو. في حضرتك الميه والكهرباء. ده حضرتك المدخل الخلفي اللي بيطلع الدور الثاني. دي حظيرة مواشي حضرتك. ده نص فدان وعليه المنزل ده حضرتك دورين. زي ما انت شايف بيع وشراء اهو. المنزل حضرتك من الخلف وده شارع يخص حضرتك دخلتك لوحدي. ده حضرتك أوضة فرن. الأرض في الشكل. أرض في ظهر البيت. حضرتك هاي. بسم الله ما شاء الله شايف التربة حضرتك. طيب بيزرع سوداني حضرتك. نص فدان حضرتك بحاري بيع وشري في مدينة النبرية. حاجة محترمة حضرتك. ده حضرتك الجيران فرح منك اهو، منطقة كلها محترمة حضرتك. ده المنزل حضرتك اللي عليه نص فدان، منزل على نص فدان دورين متشطب سوبر لوكس، الدور الأول مصبوب ومسكون حضرتك اهو بحاري، في الكهرباء والمياه حضرتك جميع المرافق. بسم الله ما شاء الله مكان مستقل. شكرا. رقم الهاتف 0196-51811 الحاج عبد العاطي مشعل، تابع المدينة المنورة، بصب على كل المسيرين المحترمين متابعين المدينة المنورة. شكرا.